بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي منها انطلاق مؤتمر وزارة الخارجية المصرية في 100 عام، واللي هيتم تنظيمه في جامعة عين شمس، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس هينظم المؤتمر العلمي وزارة الخارجية المصرية في 100 عام. كمان النهاردة مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة، ودي وحدة تابعة لمجلس الوزراء، هتعقد مؤتمر بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي لإطلاق الدليل الثاني لتطوير التشريعات الفرعية في الوزارات والهيئات المصرية. كمان الشركة المسؤولة عن إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق الكتكات عدلي منصور أعلنت إن النهاردة هيتم تعديل مواعيد ساعة العمل داخل الخط الثالث لإجراء اختبارات للأنظمة الخاصة بالمرحلة الثالثة، وساعات التشغيل هتبدأ من الساعة 6 الصبح بدل من 5:15 الفجر، وهتنتهي الساعة 10:15 بالليل بدلا من الساعة 12، وده هيكون في محطات عبدو باشا، الجيش، باب الشعرية والعتبة.